حي على خير العمل، حي على جنود أوفياء من قسم الصيانة الهندسية واصلوا الليل بالنهار بإنعاش قلوب المصابين. ها هي صورة العراق ووحدة أبنائه، ففي وحدتهم وعزيمتهم تحقق الأثر، بناية الحياة الرابعة. تكونت من جناحين، الأول يعنى بإنعاش المصابين بفيروس كورونا، وتتكون من 15 غرفة كاملة التأثيث. والجناح الآخر يحتوي على غرفة الأشعة، إضافة إلى 6 عيادات استشارية جاهزة لاستقبال المراجعين.